التقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح كلا من الوزير اللبناني السابق كريم بقدروني، الرئيس السابق لحزب الكتلة اللبنانية ونضال السبعة. وفي اللقاء تبادل الزعيم وضيفه الأفكار حول الأوضاع العربية عموما والأوضاع في اليمن ولبنان وسوريا بشكل خاص. وقال بقدروني للزعيم علي عبد الله صالح أن تجربة اليمن مهمة في تاريخ العرب السياسي، مؤكدا له أن الرؤية تقول أن الزعيم صالح انتقل بالمبادرة الخليجية من الرئاسة إلى السياسة، حيث أبقته طرفا فاعلا في حياة اليمن واليمنيين، وعليه دور عربي في الوصول إلى جبهة عربية تنسيقية لتنسيق أداء المواجهة بتيارات التطرف والعنف. من جانبه قال الزعيم أن الأهمية والمهم هو تثبيت وضع تعددية الحزبية في اليمن، مؤكدا أنه خرج من السلطة عن قناعة وأنه لا يفكر أبدا بالعودة لها كشخص، ولكن يهمه تثبيت العمل الحزبي عبر دعم تجربة المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد والمؤسس للعمل الوطني التحوري.